مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. دونك هاد لا فيديو هادي غادي نصورو ويكلي فلوغ، غادي نحاول نفلوغي لكم لا سيمين كامله. لا فيديو اللي حطيت لكم اول فلوغ في رمضان، الا مازال ما شفتوش غتلقاوها الفوق في لو اي. كلشي كيقول لي فيديو قصيره وهي فيها 16 دقيقه. انا بالنسبه لي صراحه 16 دقيقه راه مزيانه، ماشي قصيره. قصيره هي 8 دقائق 7 دقائق. كلشي قال لي فيديو قصيره، حاولي تطولي لنا لي فيديو في رمضان. دونك هاد السيمانه هادي غادي نحاول نفلوغيوها كامله، باش هي هادي كيجيكم الفلوغ اللي نتوما باغينو شويه طويل. الوغ دابا كنبدا لكم الفلوغ مع 6. غادي نبان لكم لابسه وداكشي حيت غادي نخرجوا نفطروا برا. اليوم ما فلوغيت والو حيت ما درت حتى شي حاجه الصراحه. اليوم غادي نفطروا برا، يعني ما كاين ماء اللي تغسلو، ما كاين فطور يتوجد. سمعت واحد الصوت سحب لي الاذان، باقي الحال على الاذان وانا حسب لي الاذان. المهم اليوم الصراحه النهار جاني شويه قاصح، واحد شويه ما عرفتش علاش، يمكن البارح ما كليتش مزيان، ولكن اليوم فيا السخفه النهار كامل وصافي. هذا ما كان، دونك ملي نخرجوا نعاود نصور لكم. الوغ انا مكبيله وانا واجده وكنتسناهم كالعاده وهما معطلين. انا وجدت ساعه قبل دغيا، لبست وجلست كنتفرج، هما باقيين كيديروا. انا صباطي لبستو، لبستي صباط؟ كنتي صباطي انا الصباح وانا كنتسناهم. واليوم جاني الصراحه صعيب صراحة لله. حنا كنتسناهم يكملوا يلبسوا، ما خرجوا حتى يأذن لنا حنا هنا في الدار كالعاده كالعاده دائما. دونك وصلنا للدار، دابا غادي نصلي وانا باقا شاده الوضوء. شاده الوضوء من العصر، من الربعة، من الربعة. ما دخلتش الطوالي، شربتي اترونز دلمو؟ ما شربتش اترونز تقريبا، ما عرفتش واش غنبارطاجي هادشي تاع الصلاة. ما حزقتي ما والو، كنحزقش تي سيري بيكمي تي فاتيكا ما عرفتش علاش. المهم بدل حوايجي وداكشي ونطلقوا ابري. دابا غادي ناكل الفريز، كنحاول صراحه ناكل شي شويه لي فخوي في هذه الوقيته، بس ما نديرو شويه هيلتي، وخا الصراحه كاين ما هيلتي بيناتنا الصراحه. هاي باك كنت دايره لايف تيك توك، يلا كملتو، نحط لكم تيك توك ديالي هنا الا بغيتو تابوناو. زوغا كلام راه كندير دابا لايف بزاف، بديتو معطل دابا راه الوحده وجاني شويه الجوع. انا نورمالمون ورا الفطور ما كيجينيش الجوع، ما كناكلش، ولكن اليوم يمكن ماكدو دغيا تهضم. المهم جاني واحد الجوع خفيف، نمشي نصايب ليا شي لعيبه دغيا باش نتسحروا زعما. ها باش غنتسحر، توست بينت باتر و كوفي تغيش بقى فيه شويه. جيلي تشهيت بينت باتر اند جيلي جام توست بيان غريي بالبينت باتر والكوفيتير. ناري شحال تشهيتو، امبوسيبل. عطوم كبيره وانا كنقول تشهيتو، دابا غريت التوست وغادي ناكلو هادشي باش نتسحر اخوتي. ها هو التوست ديالي، نديرو معاكم اول عطا. انا ماشي بحال الناس اللي كيعطوا يقولوا لكم خديتها متمطقه، كنت مولفه واحد القيته كنفطر بها شحال ما كليتها. المهم نتلاقى غدا. هاي هلو اويلي شاد الحاله، اويلي. اليوم نهار تاني ديال الفلوغ ديالنا. انا ماشي يلاه فقت الصراحه، واخا كتبان فيا يلاه فقت، فقت دابا شي ساعتين ولا ساعتين ونص وكتبان فيا يلاه فايقه. ما درت حتى شي حاجه باش نفلوغيها لكم، داكشي علاش ما بديتش لكم الفلوغ ملي فقت. البارح اصلا نعست بزز، ما دانيش نعس عاوتاني، واخا انا زعما تسحرت بكري، خديت داك التوست داكشي اللي وريتكم ومشيت زعما نعس بكري. كنت معوله الناس مع ديك الثلاثه زعما، ما دانيش الناس، ما عاد كنفكر ندير لوجهي شي ماسك ولا شي حاجه، باسكو فهاد رمضان ما تهليتش بلابو. هو ما كنديرش ماكياج، لكن خاص شويه سكين كير. شتو اللبسه ديالي صليت بها وبقيت لابساها،
سخنتني اليوم نوبتي في غسيل الموان عندي دي تروك افير في البيسي دونك غادي نوض نخدم شي شويه دونك ما درت لا سوان لا ماسك لا حتى شي حاجه ما عرفت كيفاش داز الوقت مصباح وانا في البيسي كنت باغا ندير غير واحد ساعتين ثلاثه السوايع ما حسيتش بالوقت الدن العصر مشيت صليت ورجعت ثاني للبيسي حيت فاش كنبدا شي حاجه كنبغي نكملها ولا ما كملتهاش غير او موان افونسي فيها دونك افونسيت في شي لعيبات كانوا عندي واحد المونتاج كان خاصني نكمل واحد لا بارتي دابا راه الخمسة ونص دونك قرب يأذن بقى واحد الساعه ونص غادي نمشي للكوزينه نشوف فاش نقدر نعاون كلينا الحمد لله ما صورتش لكم حيت صراحه داكشي جا مزروب ما درت والو في الفطور يعني ما طيبت ما حتى شي حاجه واليوم الدور ديالي في المواعين غنوريكم المواعين عندنا هادشي ديال المواعين وهاد الجميلات وهادشي هنا صراحه الجميلات اللي هنا مره كندير راسي ما شفتهمش صراحه ملي كان سالي كنعيا كنخليهم تما ولكن اليوم غنشوفو على حساب المهم ليتس جو هادي ماشي اختي هادي هادي جات خدي ولي جاتني كبيرة صافي ماشي مشكل اصلا هادي لي بلي صغيرة دونك نتوكلو على الله بلاتي ليتس جو غنديركم في الاكسيليغ باش نكملو هادشي دغيا ان كاملين ما صورتش لكم كل شيء باش ما تجيش لا بارتي ديال المواعن طويله ولكن غسلت كاع المواعن فجيت نشوف دابا الفيديو اللي صورت جاني داكشي ساتيسفاين عجبني نشوف المواعن واحد تك 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 انايا ظهرت تقسم عليا صراحه كنعيا في المواعن حيت اصلا من مورا الفطور كيجيني بحال واحد العياء واحد الناس واحد لا فاتيك ما عرفتش علاش قولوا لي واش حتى نتوما وبا انا غير كنفطر كنسالي الفطور كيجيني واحد العياء دونك من مورا داك العيان نبقى واقفه نغسل الماء ان ظهري كيبدا يضرني خاصني نحط فيديو دوما ولا ابري دوما عندي واحد لا فيديو غير مازال ما درتش ليها المونتاج عييت بونجور هاي هلو البارح ما عاودت صورت لكم من غسيل الموان حيت صافي دوك غسيل الموان سالو معايا والبارح اصلا ما درت والو ابار المونتاج بقيت كندير المونتاج لواحد لا فيديو اللي غادي نحط اليوم من نعست حتى الفجر من بعد الفجر فاش جيت نعس ما دانيش النعاس فينالمون فاش نعست فقت مليون مره هاد النهار كل ساعه ولا ساعه ونص كضربني الفيقه كنلقاه باقي الحال والله مثلا 9 عاوتاني فقت مع 10 عاوتاني فقت مع 11 صافي في الاخر وانا نوض ونوض كملت داكشي اللي كان خاصني نكمل في يوتيوب في لا فيديو باش نحط الفيديو اليوم حيت نورمالمون انا كنحطها ميركودي اليوم مغدي وسولتكم في انستغرام قلت لكم واش نحط لكم لا فيديو اليوم ولا حتى الغدا حيت وجدتها ماشي مشكل داك البروغرام اللي كندير ميركودي وسامدي نخليه حتى من مورا رمضان دابا في رمضان اي فيديو جديد نحطها لكم تفرجوا فيها هاد الصباح هادشي اللي بقيت كندير غير المونتاج دابا درت الفيديو تاع بورطال بيسي وغادي نمشيو للكوزينه نطيبوا شي حاجه عرفتوا ما عرفت ما نطيب جاتني حتى شي انسبيراسيون طلع ليا في الراس داكشي ديال ديما بيتزا دوك البطبيطات مأمرين بغيت ندير شي حاجه اخرى بغيت ندير ان بلا حيت كيف ما قلت لكم حنا كنفطروا صافي كنبقاو من الفطور حتى الغد ليه ما كرهتش ندير في الفطور ان بلا يعني شي حاجه تكون فيها لي ليغوم شي حاجه صحيه وما عرفتش من الصباح وانا كنقلب دابا غادي ندخلوا للكوزينه غنديكم معايا نطيبوا شي حاجه انصامبل ليتس جو واش حتى نتوما كتحلوا الثلاجه وكتبقاو تشوفوا فيها زعما غتقول لكم
عطيني لا روسيت كنشوف شنو كاين. بان ليا كاين سومون فيمي، ما عرفتش صراحه شنو نقدر ندير به. وانا ما غنخرجش غنطيب هادشي اللي كاين، داكشي اللي كاين غنديروا به شي حاجه. يمكنش انا نسد عليكم ونخليكم تجمدوا ليا انا. يلا واه الوغ فينالمون قررت غادي نقلي الدجاج بحال اللي غادي ندير ان بلا اللي فيه دجاج. الدجاج هو هنايا مرقد، غادي نبانيه ونقليه ابري، وغادي ندير دي نوي افيك دي ليغوم، هيزو كورجيت وفلفله وحتى الشامبينيون. وصافي هادشي اللي غندير. قطع الخضره دابا، غادي نقطع الفلفله. دونك مقله درت فيها الزيت، وغادي ندير فيها هكا دروس ديال الثومه باش يطلقوا النكهه، ومن بعد غادي نحيدوهم. شديت الثومه والنكهه وبعثتها. غادي نزيد دابا البصله، ماشي البصله شوفي، غنزيد حتى خيزو والقرعه الخضراء، غادي نخليوها حتى الاخر حيت دغيا كطيب. غنزيد شويه الملحه، غنحيد الثومه، وغنزيد دابا القرعه، غنزيد غير شويه الملح حيت مازال غندير صوص الصوجا. دابا غادي نزيد البزار، وغادي نزيد الصوجا وهاد لاصوص ترياكي. ما عندكمش تقدروا ديروا غير شويه سكر باسكو هي لاصوص شويه حلوه. غادي نزيدهم على داك الخليط. دابا غادي ندير بيتزا توست، غندير بيتزا كامونبير، ماشي كلشي كياكل كامونبير داكشي ما عرفتش ندير بزاف. بيان سور تقدروا ديروا اي فرماج عندكم، انا بغيت ندير الكامونبير. اول حاجه غادي نشد التوست، غادي ندير عليه شويه ديال زيت العود، شويه ديال الثومه، وغادي ندخلو الفران يتحمر شي شويه، عاد غادي ندوزو للمراحل المواليه. دابا غادي ناخذ مطيشه ولا جوج حسن، عرفتو غناخذ وحده كبيره، غادي نغسلها وغادي نقطعها دي طرونش رقاق، وندير عليها شويه الملحه. ما كيطيب على قبل لي نوي كاين صداع، ما عرفتوش كتسمعوني ولا لا. الوغ هاد توست تقريه، غادي ندير ليه دابا لا صوص طوماط، وغادي ندير طريفات ديال الكامونبير، غادي نقطعهم طريفات رقاق وغادي نديرهم، وغادي ندير من الفوق مطيشه و فرماج غابي. غندير ليه نوي تلقى صافي دابا غنزيد شويه فرماج غابي. هاي ما فلوغيتش اليوم النهار كامل، دابا راه الليل راه العشرة ونص هادي، وجيت للكوزينه نصاوب براونيز، وانا نقول نطلع لكم نوجدوه انصامبل ونتهضروا شي شويه باسكو ما فلوغيتش اليوم النهار كامل. بعدا اول حاجه غادي ندير الشكلاط يدوب، غادي نديرو في الماماغي باش نخليه حدايا. درت كاسرونه فيها الماء، غادي نديرو يطيب وغادي نذوبو الشكلاط والزبده. الوغ البارح سيداتي سادتي صيبنا الفطور انصامبل، ودركني الوقت الصراحه في الاخر، بديت غير كنضرب. من مورا الفطور كان خاصني نحط فيديو في يوتيوب، مع 8:30 كنحط لا فيديو، دونك من مورا الفطور دغيا بقيت كنقاد المينياتور وداكشي،
وحطيت لا فيديو بغيت ندير الشكلاط. البارح ما نعستش مزيان صراحه، ما دانيش نعس بكري وداكشي كامل، دونك اليوم عاوتاني تخربق ليا النهار وكانوا لي طرافو عاوتاني عند هاد الجيران النهار كامل ضروني في راسي. واشاك فوا كنت كنبغي نبدا معكم الفلوق كتسمعي ديك طر كنقول بلاش، وبقيت كنتسناو ميسالي ويسالي صراحه ما سالاوش حتى العشيه. صافي هي هذيك جا وقيته الفطور، اليوم كانت نوبتي في الماان قلت الماان وداكشي. دابا كنت جالسه واختي بدات كتوحم عليا قالت لي تشهيت براوني، صراحه انا تشهيت وملي قالت لي وصيفطت لي واحد الصويره وانا نقول انا تشهيت. ودابا هنا غادي ندير ثلاثة ديال البيضات وغادي نديرو السكر وغنطربوهم. البارح اللي ما عجبنيش هو الفيديو فاش حطيتها ما كانوش فيها لي فيو، وانا زعما سولتكم اون ستوري قلت لكم واش نحط لكم لا فيديو البارح ولا اليوم، يعني مغدي ولا ميركودي، وكلشي قال لي مغدي حطيها لينا. دونك كنت كنتمعرفش كنت كنتوقع الصراحه، كنت كنتوقع زعما غنحطها غتشاف ولكن ما تشافتش. سي با غراف، غير هو انا في ديك اللحظه بحال لي شويه الموتيفاسيون ديالي كطيح شويه، كيطلع لي الدم واحد شويه، ولكن دغيا كنرجع غنزيد قبيصه الملح وغادي نديرو السكر الابيض والسكر البني. نحاول ندير 120 غرام ديال السكر، يعني 60 غرام ديال السكر العادي و60 ديال صافي. هي هذيك لا كونتيتي، غادي نزيدها على البيض. دونك غادي نزيدو السكر على البيض، نطربهم ونرجع لكم حيت غيدير لينا الصداع. انا كنشم ريحه الشوكولاط دوختني. الو غادي نزيد دابا الشوكولاط اللي دار، غندير ونوريكم وكلشي بدقه واحده. دونك هذا البيض هذا غادي نزيد عليه، دابا غادي نزيد قهوه سريعه الذوبان. اللي ما كتعجبوش القهوه ما يديرهاش، ولكن راه ما كتحسوش بها، راه غير كتخلي لوغو ديال الشوكولا كيخرج غير شويه. الا عندكم قهوه ديجا معصوره ديروا منها واحد شويه. غادي نزيد الكاكاو على الشوكولاط، غادي نزيدو الكاكاو. عندي هاد الخنيشات هادو، يا سلام على المنظر، شوفوا. باقي غنزيد لا فارين، غادي نزيدو 65 غرام تقريبا. الا بغيتو نكتب لكم لا ريسيت ديال هادي بالضبط قولوا عليا في لي كومونتير. انا كنقول لكم دابا، كاين اللي بغيتوها اكريت قولوا عليا حتى شوفوا بعدا واش تصدق. عاد سولوا ما صدقاتش ما عطيكش مقادير. دونك كنديروا في هذه الايبه ونخلط بشوي بشوي، وهي لا تيكستور ديالها كيفاش جات. غادي نوجد المول ديالي، ها هو خليت واحد شويه ديال الشوكولاط، غادي نقطعو وغادي نديرو من الفوق. دونك ها هي طابت، ها هو لو ريزولتا، نقطع ونشوفو كيفاش جات من الداخل. دونك ها هي من الداخل، عرفتو هاد البلان ديال بابيي كويسون هكدا كتجي ساهله ساهله، بغيتو تهزو 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 كامل بحال هكا مكيلصق ليكم ما والو. سمحو ليا مكانش الضو هنا مزيان، ولكن غنديرو ديكوستاسيون. زوينه زوينه، عجبتني وصفه ناجحه. هاي جايز، هلو، صافا، لاباس عليكم، كي دايرين؟ اليوم النهار السادس ديال الفلوغ ديالنا، ياكم السادس ولا الخامس؟ بلات اليوم النهار الخامس ديال الفلوغ ديالنا، ياك الخامس؟ تلف لي انا الحساب. الوغ اليوم ما فلوغيتش لكم باسكو دوزت النهار كامل كندير دو مونتاج في البيسي، كنمونطي هاد لا فيديو هادي اللي غادي تشوفوا. صورت بزاف النهارات وعندي بزاف لي غوش، عندي بزاف لي فيديو، كنظن غادي نزيدو غير غدا في لو فلوغ، ما غاديش نكملو سبع ايام غير باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، غادي نزيدو غير غدا. دابا قرب الفطور، غادي نمشي نشوف نوجد شي حاجه دغيا دغيا. انا دابا في هاد الاوقات بدات كتحفى ليا، صافي كندوزو على كلشي في الفطور. وليت نتوما واش وصلتوا لهاد الوقيته اللي صافي حفات ليكم كلشي درتوه كلشي حطيتوه في الفطور؟ خاصني من مورا الفطور غادي نمشي لاصال ان شاء الله. ما مشيتش لاصال من اخر فيديو كنت حطيتها ليكم، وفي ديك لا فيديو عاقله كنت قلت غادي نبدا كل نهار نخرج نتمشى ولا نمشي لاصال، ما خرجت ما تمشيت ما مشيت لاصال، واليوم قلت نمشي صافي نجمع راسي. انا كنت باغا نمشي البارح بقيت كنتعكز، دونك اليوم غادي نمشي ان شاء الله لاصال من مورا الفطور. اليوم ماشي نوقتي في الموان الحمد لله، دونك ما غاديش نغسل الموان باش نمشي دغيا لاصال ونرجع بكري. صافي هذا هو البروغرام ديال اليوم. هاد الفيديو هادي دوزناه كامل في الكوزينه، داكشي كامل ما دخلتوش الكوزينه دخلت، ولكن راه كندخلش كل النهار. ما تنساوش انه رمضان ماشي غير ماكله، رمضان راه الصلاه العباده. هلو انا خفطرنا، داز كلشي مزيان الصراحه الحمد لله شبعنا. فيلا كنت كنصور لكم فاش كنت كنوجد شويه في الكوزينه، ما عاد كيدخل عليا شي حد وكنحبس كنصدق ما كنصورش لكم. كنت كنقول لكم باللي في هذا الفيديو هذه
دخلت بزاف الكوزينه، الفيديو ديالي كله ولا في الكوزينه، ولكن رمضان ماشي غير ماكله، رمضان فيه صلاه، فيه القران، فيه بزاف العباد راكم عارفين. المهم دابا غادي نمشي لاصال معكزت شويه اخيرا، عاد وجدت حوايجي قبل الفطور باش نسالي ما نعكش. هذه هي الاوتفيت ديالي ديال لاصال، دابا نوريها لكم الى لقيت كيفاش. المهم دابا غادي نلبس بس في رجليا، نهز ساكي ونمشي نتريني، غنمشي ندير غير ان كور دو زومبا ولا ما عرفت صراحه، واقيلا كاين اليوم الزومبا. ما غنديرش شي حاجه صعيبه حيت ما غاديش نقدر، وانا شحال هادي ما ترينيت، يلا باغا نرجع بشوي بشوي، دونك ندير ان بو دو زومبا بحال اللي تحركت شي شويه وصافي. وهذا مكان شدتني الدوخه ما نمشيش. هاي كوكو لي زامي، ما عرفتش علاش من مورا الفطور ما كنقدرش نبقى نفلوغي بزاف. مشينا لاصال، درت كور ديال الزومبا، درت شويه لي زابدو، جيت للدار دوشت صافي، بلاتي الباب كيصون، نمشيو نحلو. شكون شكون حنان؟ سي بون حنان، نديرو مفاجاه لحنان. جيتي زوينه، الاوتفيت داكشي. اش كنت كنقول لكم، انا البارح مشيت لاصال، دخلت للدار دوشت صافي، بقيت شاده البيسي شي شويه، بديت واحد لاسيري جديده مغربيه سميتها مول المليح. لاسيري سميتها مول المليح، زوينه بزاف. يلا انا دابا في الحلقه 3، كاينه في يوتيوب في الاولى، عجبتني صراحه زوينه، قصه دراميه حزينه. هذه هي دابا ثاني حاجه اللي كنتبع في هذا رمضان. نتوما قولوا لي شنو كتفرجوا، واش كتشوفوا بعدا المكتوب ولا لا، وشنو هما الحاجات الاخرين اللي كتفرجوا فيهم. صافي هادشي اللي درت، تفرجت بديت شي شويه دو مونتاج، باسكو هاد الفيديو اللي كنصور دابا هاد الايام كامله غادي تكون طويله، وما غنقدرش ندير لها المونتاج في نهار واحد، داكشي علاش كنحاول ندير كل نهار بارتي بارتي باش نقدر نحطها لكم هاد الويكاند. وصافي هذا مكان اليوم، وقيلا ما غندخلش الكوزينه، ما عرفت صراحه على حسب الوقت، الا كانت راشقه ليا كنوض نزيد شي حاجه. جيتي تورينا عاوتاني الاوتفيت، شي خارج لك واحد اللعيبه. دابا عاد ورينا الاوت. اوه ضربتي انا حيت ما شفتش، علاش كضربيني وشتي مسطيه؟ الاحترام عندك ناقص زيرو. فطور ما عرفت صراحه واش نطيب شي حاجه ولا لا، على حسب الكانه وعلى حسب واش فيا ولا ما فياش. داكشي اللي كنزيد انا سوغيس في لو غاتو كيكون ديجا الفطور، وانا كنزيد شي حاجه، داكشي اللي انا كنتشهى، داكشي اللي انا بغيت. شي ورا الفطور غادي نخرجوا ان شاء الله. ها ماشي انتي، انا غنخرج. كيفاش تخرجي؟ غنخرج دوك ورا الفطور ان شاء الله، غادي نخرج اول مره، غنخرج ورا الفطور في هذا رمضان كامل. حنا دابا وصلنا للنص وقيله، ويلا غادي نخرج. تخيلوا معايا الناس كل نهار خارجه داخله خارجه داخله، انا ما خرجتش، دونك غادي نخرج ورا الفطور. ييه دونك افانسيت في المونتاج، داز الوقت ومشيت للكوزينه طيبت، ولكن ما بارطاجيتش معكم حيت جاني هذا الفيديو فيه بزاف ديال الطياب والكوزينه وهذا. انا غنوريكم شنو صاوبت، ولكن ما وريتكمش لا غوسيت، بدات ما في البيت عجبني. دونك فوالا هادو هما اللي صوبت، درت تاكوس قطعته هكا دويويرات، صراحه ساهلين حيت داكشي اللي فيهم باين. المهم راه قرب يأذن، نتلاقاو من مورا الفطور. هلو باك، دونك فطرنا وسالينا وجمعنا الطبله وأذن العشاء وصلينا داكشي كامل. دابا جا وقت الخروج، غادي نخرج مع صاحبتي، دونك غادي نتقاد دغيا دغيا. ديك النهار حطيت لكم واحد لا فيديو، واحد البنت قالت لي ديري لينا لي توتو ميك اب، انا صراحه في رمضان ما كنت ماكياش اولا قليل، دابا رمضان ملي دخل ما تماكيتش حتى لدابا، عاد غادي نخرجوا غادي ندير بتي ميك اب خفيف، ما نديرش شي حاجه ثقيله الا ما كنبارطاجيش معكم المكياج، حيت انا هاد الايام ما كنديروش. اول حاجه غنبدا بها هما حجباني. هاد الفيديو هادي غتجي اطول وحده في التاريخ، ما عاد كي غندير ليها المونتاج نتوما كتقولوا لي فيديوهات طوال، ناري وما تفرجوش في هاد الفيديو. مي بيان سور في المونتاج غادي نحيد بزاف لي بارتي حيت ما يمكنش نديروا هادشي كامل. الساغ ديالي مجهدين هاد الايام حيت ما كناش القليله الناس مع الخمسة لارو بالخمسة القليلة، دونك غادي نديرو ان بو كوريكتور، هذا من لا مارك شنو هي ابسوليت نيويورك، ولكن هذا اللون هنا مجهد بزاف، خاص الانسان يكون سمر باش يلا يجي هذا ككوريكتور. غادي نديرو ونخلطو مع شوية الفون دو تان باش يعطينا واحد اللون خفيف بيتش، هذا كافي انه يكوريجي ليا لي سيرن. اما داكشي ديال اورانج تحت العين بزاف
بوسيبل ما انتوش غيبان لكم. وندير فوق منو لونتيسير انا عادي. دابا غادي ندوزو للعكر. هاد شي حاجه فيها شويه الغوز. غندير هاد الغوز على ليفر ديال سيفورا لا ريفيرونس 13. غنزيد شويه ديال هاد العكر ديال ميبلين لا ريفيرونس 10. غنزيد حتى اونتيسير باسكو هادشي ماشي هو اللون اللي انا باغا. وغنزيد شويه ديال لونتيسير غير بصبعي هكا. وغنزيد غلوس من الفوق. دابا غادي نوض نلبس حيت بديت كنتعطل. صيفط ميساج دابا لصاحبتي قلت لها واحد 15 مينوت ونوجد دونك هي هذيك فين نلبس. صاحبتي وصلت وانا باقا معطله. ما عرفت صراحه نورغانيزي الوقت ديالي. هذا هو الريزولتا ديال المكياج. شعري ما صوبتوش بات وي دونت كير. اصلا عكست عليه الصراحه. والاوتفيت لبست اوتفيت كلها كحله حيت تلفت بقيت كنقول شغل بس شغل بس وانا نقول اللهم الكحل نهني راسي. دونك صافي غادي نخرج باش ما نتعطلش عليها اكثر. صراحه جاني راسي مبدله بالمكياج. ها هي الاوتفيت. يلا دخلت للدار. صراحه دازت خريجه زوينه. الفايب بالليل زوين في رمضان. انا حيت ما كنتش كنخرج كيجيب يلا حتى شي حد ما كيخرج ما كاينش فايب ما كاينش. هو الصراحه الدنيا امره وكلشي خارج. دابا غادي ندي ماكيا. شحال هادي ما درت الماكياج. غادي نحبس لا فيديو هنا. طولت فيها بزاف. جيسبيغ انها تكون عجبتكم. دونك الا عجبتكم لا فيديو خليو ليا لي لايك خليو ليا لي كومونتير. الا مازال ما مابونيش تابوناو. راه عندي نسبه كبيره ديال الناس اللي كيتفرجوا ما مابونيش. دونك تابوناو غادي تفرحوني بزاف غادي تشجعوني بزاف. انستغرام ديالي غادي نكتبو لكم هنايا هو زوغا تيغي بلويت كلام. صراحه عجبني نصور لكم هاد لا فيديو. حسيت براسي بارطاجيت معكم بزاف د الحاجات. جيسبيغ نتوما تكون عجبتكم. وصافي هذا ما كان. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. باي باي.